السلام عليكم الدراري نيلو فينغادا المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي خرج بتصريح قوي قوي جدا قال صراحه كلام على المغرب والمواجهه ضد البرتغال راه شي حاجه بزاف نبداو بالتفاصيل <applause> منتخب البرتغال يمتلك جيلا رائعا ولاعبين بقدرات مميزه في كل المراكز يمكن القول اننا نحظى بفريقين متكاملين مباراتنا المقبلة أمام المغرب هي الأكثر أهمية والأصعب أيضا للبرتغال في المونديال حتى الآن لأن المغرب لم يصل إلى هذا الدور عن طريق صدفة لقد تفوق على منتخبات قوية ولها أسماء كبيرة لكن أيضا ما يحققه منتخب المغرب يثبت مدى جودة منتخب مصر الذي تفوق على المغرب في أمم أفريقيا بنتيجة اثنان مقابل واحد لقد كان عدم تأهل منتخب مصر أمرا حزينا قبل ما نكمل التصريح ديالو بغيت نوقف على البارتي اللي مصر كما عند مصر كنلعب كنا مع خلوزيتش وكانوا عندنا لاعبين بلا ما من نقص منهم بزاف بحال حدادي بحال برقوق بعض اللاعبين ما يسيرش يكونوا كاساسيين ولعبهم وثاق فيهم وما عطاوش ضد مصر اللي صراحه عندنا لاعبين كبار عليهم بزاف لكن هما كيلعبوا بواحد الروح التنافسيه وهادشي اللي الله ولا عندنا مع الركراك نكملوا التصريح ديالو منتخب البرتغال عليه ان يواجه المغرب بصبر ويجب ان يحترم المنتخب المغربي بشكل كبير كذلك لا يجب ان نضغط بكثافه هجوميه في الامام طوال فتره اللقاء الاسود لديهم دفاع منظم للغايه من وحارس مرمى رائع اللي هو بونو بالتاكيد هنالك روح جديده في المنتخب المغربي لكن علينا ان لا ننسى العمل الكبير الذي قام به مدربهم السابق خالو الزيج. كذلك يصنع زياش الفارق معهم وبالنسبه لي منتخب البرتغال من افضل خمس منتخبات في كاس العالم وبالتاكيد اتمنى ان نتوج بلقب المونديال لكن وفقا للمباراه السابقه اتوقع ان يفوز منتخب البرازيل باللقب أشبلكم في شنو قال المدرب المخضرم السابق المنتخب البرتغالي قال كلام مهم وكلام كثير بلي اصعب ماتش للبرتغال حتى الان في مونديال هو الماتش للمغرب اش لكم الدراري واش نقدروا نوصلوا مفاجاه كما صنعنا هذا الاسبان تهلاو لي في راسكم